أزور حكم إثما سويسما أمختواري مقامة ديال المسينت أي مغران نويديش نخاري مسكين وسيد زي هولندا في أحمر ربي بوبري صار حمص إثمين وعزن سويسما خا مدغن جمع سكورتشي ورديش إما ذيقين كورتشي ملك الموت يغوص مع الغارق ويقبض روحه في وسطه ويحترق النيران ويحمد الروح من الذي تاكله النار ولا ولكن عندما نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذكر هادم اللذات الموت بماذا نذكر الموت؟ يحكى عن هارون الرشيد عظيم من عظماء المسلمين خليفة المسلمين أمير المؤمنين سلطان في عهده في زمانه لما كان هارون الرشيد كان يحكم من وسط آسيا إلى المحيط الأطلسي فلما اقترب أجله حس بنفسه أنه يموت فأمر جيوشه بأن يحفروا له القبر فحفروا له القبر فلما جاءوا قالوا له يا أمير المؤمنين إن القبر جاهز قال خذوني عنده فأخذوه فلما جاء به جاءوا به إلى القبر بدأ ينظر في القبر ويبكي ينظر ويبكي ينظر ويبكي وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم رفع عينيه إلى السماء فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه خلاص وتنفي عن الجيوش وراء الدبابات وراء الكاميرات ولا شيء لا ينفعه شيء وذي البوقة المعرفة وراء التنعاشين وراء كذا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كيفما كان كما قلنا ملكا مملوكا رئيس مرؤوس فقير غني ذكر أنثى صغير كبير لا يفرق بين أحد إنما الموعد من يس الموعد ولهذا الإنسان عليه أن يتدبر ويتفكر بأن الإنسان ونتين خير أختكي لا مشين روح فاليوم إذن مصيرنا نحن كلنا وكل المخلوقات مصيرها هذا أقمني ذا كلنا هذا إذن بماذا نتذكر الموت لأن القلوب سبحان الله أصبحت غافلة الإنسان ينسى من طبيعته أنه ينسى باش محطام يقنضر يزداد إيمانه ثم يتألم لساعات أو أيام إذا مرك زي فاميليا ينسى زي الأحباب زي الأقارب ثم بعد ذلك ينسى وقيل أن سمي الإنسان على حسب النسيان ولكن الجهل كذلك ثم إجل مسألة أريد أن أشير إليها أيها الإخوة التي تذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لتذكروا الآخرة هكا زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكروا الآخرة ما تفكى أيها المسلم بأن قرشك يتسجد وقت تسدغ ونروا إذن مرنشنين ونتك زيارة القبور ونحتاج الأموت تشميت نطرن ميزي غنسن ميزي غنفكى ميزي لأن الإنسان يضعف لأن من عقيدة أهل السنة ومن عقيدة السلف أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ولهذا الإنسان على الأقل أن يقوم بزيارة القبور حتى للأقارب بالله علينا أخاطب نفسي وإياكم الإنسان يبخل على نفسه ويبخل على أبيه وأمه وصديقه وعمته وخاله وقس على ذلك مروا بابك عديد دا الحمد لله يمك كذا ولكن ذين عزيزك ذين خالتك ذين عندك ذين الجا ذين عشاف بابك يمك شحارس هالليالي من أجلك أتنكاس جيرث وحمش السودس أتقيم تثفى قد هميز الواحد هو في وفايشك السعادة أتقيم لشك أتصدير أنا أتطحت تسك سقفان قسقاق وحمات تصدشك وخوطيش ينتف فإذا به لاتش متغلين قندر تتوت وخذ إجن الزيارة إجنها قسيمانا إجنها قشها يخصيشكم أسلم إجن المسألة بأن الميت يحس بزائره
الأحاديث متواترة في هذا الباب. ابن القيم رحمه الله يقرأ زيارة القبور أتحذى يماك أتحذى بابك تخاطب أي ما قانش ذميم فران أسديني سيسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن سريك ديماك سنيش من دعنيد ثم تنتظر منك الزيارة وتستأنس بك وتفرح لذلك. سبحان الله. فإذا به تبخل عن أبيك وتبخل عن أمك وجارك. فشوف دليل قاطع على أن الأموات يسمع لمن زارهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من مر بقبر مؤمن فليسلم عليه فإنه يرد عليه السلام يسمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر في غزوة البدر لما قتل المشركون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بموتاهم بالقتل الجيف أن يرموا في واد أمشر القاسشين أنو الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمون مثل سيب مثل ذين سيب مثل قانون المشركين منهم أبو جهل ومثل غسيبا فيسد غاس النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يخاطبهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جفوا يعني الجوايف جيفة المشركين خنزن صافي ثم تخاطبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون كما تسمعون ولكن لا يستطيعون أن يجاوبوا. سبحان الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الإنسان يتبخل شيء هذه الزيارة غير القبور هذه ذكى الآخرة وغير الجاكثنا وغير الجاكثنا وين ثيما أسد كانت العلماء من آداب زيارة القبور ضيضا كأنه يبدأ ذاكث ثم تخاطبه هم هذا بابك سني السلام عليكم يا بقاش دمك فران ثم كيس الدعين اللهم اغفر له وارحمه وقي نزوله وسع مدخله مرى سند الدعاء بأكمله فبها ونعمة السند إذا عرف السور ضعف والسند شيء السور المازيغ. فالله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم كل شيء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولهذا أيها الإخوة أذكركم وأذكر نفسي أولا الإنسان وخصوصا نحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر المغفرة شهر التوبة شهر الرجوع إلى الله عز وجل. من كان لا يصلي فليصلي. من كان من الشباب رأينا الشباب مع الأسف في صلاة الظهر الجمعة وفي صلاة العصر نعم فيهم الخير الكثير جزاهم الله خير أقاموا بحفر وينتظرون الميت وكذا ولكن جاءت وقت الصلاة ما استجابوا لله. ونحن في رمضان وأنت أيها الشاب 27 28 29 30 سنة قاعد تزيد شي ملي الزوطة هل تعلم الأحكام التي تطبق على تارك الصلاة؟ والله يا مرس الأحكام نطبق على تارك الصلاة يما تفيد ذاك فتش الصلاة وذاك فتش لأن تارك الصلاة أيها الإخوة لا يعتبر مسلما إنما هو كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا قال العلماء من لا يصلي إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إنما يؤخذ من رجليه ثم يرمى ثم يطرح عليه التراب. شوف العلماء كانك منه مروا يتزيجي ويجيبوا ذا مسلم ومروا يجي ذا مسلم يخسي التباقل يخسي وتنطرد شيء يمسلم يخسي وتزيجي شيء يخسي وتكفنت شيء يخسي وتعديد شيء ثم انت مرا يجد شيء كامين مرا الوالدين يسديث بس يمسلم وتطواف شيء لأن المشرك لا يريد ليك يقول لا إله إلا الله لحظة ومن بعد ما رخصنا نسير إلى إله إلا الله وخطب قال نسير إلى إله إلا الله. نحن نتكلم عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من قال لا إله إلا الله بشروطها يا أخي ثم نقى بأن تارك الصلاة هل أحكمش. أما الأحاديث التي ربما تريد أن تشير إليها
وهو الحديث البطاقة لقول لا إله إلا الله، فكلمة لا إله إلا الله لا تكفي أن تقولها، لو كانت الكفاية أن تقولها لقالها المشركون، حمري لو نغير لا إله إلا الله وتفهم أتفنات المشركين، ولكن ومثلا الشروطينس النواقضينس سموها العلماء كالمفتاح، المفتاح ندواف، المفتاح غاس بيغماس، مرة المفتاح الذي هو غاس بيغماس كيف كيف وثوك يزب بضواف، كذلك لا إله إلا الله مولوتوي الشروطينس وغاس بضواف التاد المعنى لا إله إلا الله، وتجيشي ونغيرين لا إله إلا الله وصفي ذا مسلم تحمرين ونغيرين لا إله إلا الله وصفي ذا مسلم بدون عمل أتف المشركين قعنات، ولكن المشركين إلى جن أهل اللغة إلى غاسن العلم باللغة العربية ثم سن شروط لا إله إلا الله، إذا توسيت خصنا إقصح إذا قل خصنا تبطل شروط لا إله إلا خط ننشي. أما كما قلنا نرجع أيها الإخوة إلى زيارة القبور، ثم أشرنا إلى الشباب، من كان لا يصلي فليصلي، الصلاة الصلاة الصلاة، لأن الإنسان لما يقطع الصلاة يقطع صلته بين الله، يقطع صلته بين الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة حتى لا أطيل عليكم لأن ربما كفخهم، لأن تقى النسرين تسنديد يعني تظفور راسي خساغة نستغل كامو خننا إجن ها إجن هاي نعم إجن هاي يعني تمتني وهم حتى كي جنازات بزاف لقى خصوصا الناس غن قيد ندام تسلي صلاة الجنازة غي تزاجات فوزيج ندوات قبيلة بيلوس ويزاير حد ويتبدي حد خيم دران لو خدتش متصل فرصة غامثة يتسمى الإنسان يخصها هذه دبر هذه وحد الله عز وجل بأن غادي السيوة الإخوة فاني تنقضوا الضايحد بأن أي واحد منا إلا وذي يسأل، ولكن أمكننا النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، أكتفي بهذا القدر وأقوم بالدعاء السعادة جزاك الله خيرا. الصلاة والسلام أما بعد أيها الإخوة الكرام، ها نحن وقفنا أمام حقيقة لا يشك فيها العاقل، وهي الحقيقة التي أشار إليها كتاب الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، وكلمة كل تفيد الاستغراق وتفيد الشمول، معنى أن هذه الجثة التي أمامنا هي جزء من الكل التي أشار إليها القرآن العظيم. إذن حجة رمزيان السن بأنه ما دام يخطر الوجود لابد سينتقي ويرحل، إذن من رأي ينقصنا شنين، ينقصنا التدبر، ينقصنا التفكر، ينقصنا العمل، ينقصنا الإخلاص، هو لب الشيء، لب الشيء الإخلاص في العمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن وما علينا إلا أن نخلص لهذا المرحوم في الدعاء، اللهم فاللهم اجعله من أهل الجنة، آمين، اللهم اجعله من أهل الجنة، آمين، اللهم اجعل انتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة انتقال عز وكرم، آمين، اللهم اجعله انتقال شرف وكرم، آمين، اللهم اغفر له وارحمه، آمين يا ربي، آمين، اللهم اغفر له وارحمه، آمين، اعفو عنه، آمين، آمين، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين، اللهم يا ربي أصف خطاياه بالماء وتجو البراءة، آمين، اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، آمين، إن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، آمين، 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 اللهم يا رب اجعله في جوار نبيك المصطفى، آمين، اللهم ارزق له شربة من حوض نبيك المصطفى، آمين، اللهم اجعله من عبادك الصالحين، آمين، اللهم اجعله من عبادك المخلصين، آمين، اللهم ارزق له جنة الفردوس، آمين، له جنة الفردوس، آمين، اللهم اجعله من أهل الخير والكرم والقناة، آمين، اللهم اجعله من أهل الرحمة، آمين، اللهم يا رب أكرم نزوله، آمين، وسع مدخله، آمين، ونقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين، أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، آمين، سميع قريب، آمين، الدعوات، آمين، آمين.
اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. صغيرنا وكبيرنا آمين. ذكرنا وأنثانا آمين. شاهدنا وغائبنا آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان آمين. من توفيته منا فتوفه على الإسلام آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوان نحضن للدفن اللهم يا رب العالمين خطوات ديالهم اللهم اجعل عملهم لله آمين. لا فيه ولا سمعة آمين. اجعلهم مخلصين آمين. اجعلهم من التائبين آمين. اجعلهم من العابدين آمين. اجعلهم من السائحين آمين. اللهم يا رب اجمعهم على كل خير آمين. اجعلهم من متعاونين على البر والتقوى آمين. اجعلهم من متعاونين على الإثم والعدوان آمين. 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 من المسرات آمين. اجعلهم من اهل الخير آمين. اجعلهم من اهل الجنة آمين. ارحمهم جميعا آمين. برحمتك الواسعة آمين. ارحم الراحمين يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر للجميع آمين. اهل النبي الشافع آمين. اللهم لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد آمين. اللهم ارحم أمة محمد آمين. اللهم يا ربي أحسن ختامنا آمين. اللهم أحسن ختامنا توفنا على كلمة التوحيد آمين. توفنا على الإخلاص آمين. ورجوع الله سبحانه وتعالى على التوبة آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله بخير إمام. جزاك الله خير. شخخ شهر صافي مسكين وكان ضريف بوفيث يا حمد ربي سعد حميد وكان سي بوفيث روخا من داي قيمن مع ملوك عزي محمد وبريقا كان سي بوفيث روخا من واس كلشي واخا مسكين باقيني يمكن عزي محمد ياك باقيني لك جاي ساعه مسكين ساعه مسكين ايوا يا حمد ربي يا غادي غادي مغادي